صباح الخير، يوم جديد مبارك إن شاء الله، نهار جديد للجميع. قربنا إن شاء الله شوي شوي على حد الشهرين أسبوع الإعلام، زي ما عرفنا امبارح إنه انتقل، يعني مش انتقل ولكن ما فيش السنة هاي مسيرة الشهرين. خلي قلوبنا في البيوت تهتف ليسوع وهو ملك، ملك الملوك. الطاعة في أن نقبل الأشياء ونقبل مشيئة ربنا هي خلاص، هي كمان. فأكيد إشي محزن إنه بلاش نعمل الحكي هذا، لكن طاعتنا للكنيسة، طاعتنا لربنا للظروف اللي عم بتصير حاليا، إنه نقبلها بكل محبة، هي كمان نوع صلاة قوية وإيمان بربنا إنه هالإشي راح يمر وهالغيمة راح تعبر إن شاء الله. خلينا نبدأ نصلي ونبدأ نشوف شو في عنا اليوم، شو من الكتاب المقدس مخبي لنا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالي الكل كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس، وخلص أيها الصالح نفوسنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم. قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. خلينا نقرأ قراءة اليوم. برضو احنا ما زلنا بإنجيل يوحنا، وما زلنا بالمعرفة. إنجيل القديس يوحنا إصحاح 8. في ذلك الزمان خطب يسوع الفريسيين وقال: أنا ذاهب ستطلبوني ومع ذلك تموتون في خطيئتكم، وحيث أنا ذاهب فأنتم لا تأتوا. فقال اليهود: أتراه يقتل نفسك؟ فقد قال: حيث أنا ذاهب فأنتم لا تستطيعون أن تأتوا. قال لهم: أنتم من أسفل وأنا من علا، أنتم من هذا العالم وأنا لست من العالم هذا، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم، فإذا لم تؤمنوا بأني أنا هو تموتون في خطاياكم. فقال له: من أنت؟ فقال يسوع: أنا ما أقوله لكم منذ بدء الأمر. عندي في شأنكم أشياء كثيرة أقولها وأحكم فيها، على أن الذي أرسلني صادق، وما سمعته منه أقوله للعالم، فلم يفهموا أنه كلمهم على الآب. فقال لهم يسوع: متى رفعت ابن الإنسان عرفتم إني أنا هو، وإني لا أعمل شيئا من عندي، بل أقول ما علمني الآب. إن الذي أرسلني هو معي، لم يتركني وحدي، لأني أعمل دائما أبدا ما يرضيه. وبينما هو يتكلم بذلك آمن به خلق كثير. كلام الرب. طيب، إحنا ما زلنا اليوم في نفس الموضوع، المحاججة ما بين الناس ويسوع على هويته. من هو؟ من أنت؟ هون قال، حكى لهم إنه حيث أنا ذاهب لا تستطيعون أن تأتوا، ستطلبوني ولم تجدوني، وبلش التفسيرات كثيرة. فبحكي لهم إنه لازم تؤمنوا بي على أساس إنه، وآخر الإنجيل بيقول لهم: متى رفعتوا إذا الإنسان بتعرفوا مين أنا وبتعرفوا وبتآمنوا. إذا بنرجع لسفر التكوين، سفر العدد، خلينا نقول إصحاح 21، سفر العدد إصحاح 21، بنشوف العبرانيين، وبنشوف موسى كيف رفع الحية على العصا. لاش نحط صليب، لاش نحط إنه رفع الحية على
لما بترفعه من الإنسان بتعرفه. اليوم بدنا نفوت في هالحية هاي اللي رفعت على العصا، شو تفسيرها وشو معناها وشو اللي شو عمق الموضوع أكثر وأكثر. أنا بعرف إنه الحية هي رمز ليسوع المسيح المصلوب، وإنه هي خلصت الشعب، وإنه في يسوع أصبح حمل خطايانا وعلى الصليب وعنا. لكن اليوم نفوت بشيء أعمق علشان ندرس أكثر وضعي الوضع، ونشوف كيف ربنا دائما برجعهم على كتبهم عشان يؤمنوا فيه، وبرضه كانوا عيونهم مسكرة. وشو معنى إنه تؤمنون به؟ تؤمنون به من وين؟ من وين جاية تؤمنون به؟ عشان نفهم الحكي هذا بدنا نرجع برضه لسفر التكوين. إذا بتلاحظوا إحنا في كل شيء بنعاود نرجع لسفر التكوين، بنعاود نرجع للخليقة، بنعاود نرجع للبداية. خلينا نمشي آية آية باللي راح أقرأه هلا، ونفهم بالضبط شو معنى تؤمنون به. سفر التكوين إصحاح 3:1-8. وكانت الحية أحيا الجميع حيوانات البرية، كانت يعني زي ما نقول الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وكانت أحيا جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله. فقالت للمرأة: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ خلينا نأخذها بأسلوب عامي. واحدة بتقول للثانية يعني خلينا نشوف لما بتقولها مزبوط، ربنا حكى لكم ما تأكلوش من كل أنواع الشجر هاي كلها الموجودة بالجنة، مع إنه الحي عارفة إنه هو ما حكى لهم مش ما تأكلوش من كل هاي الأنواع، حكى لهم ما تأكلوش من شجرة واحدة، بس لأنها السم، والسم هذا بيدخل بسمم الإنسان من جوا، قالت لها مزبوط. عشان نشوف كيف إحنا مرات الشيطان بيهيجنا بطريقة تانية وبيغير الصورة، وزي ما قلنا بين كل صورة وصورة في صورة، وبيغير الصورة هاي فبيجي بأسلوب تاني يسألنا وبقول لها مزبوط الله قالكم ما تاكلوش من كل شجر الجنة. فطبعا حواء على براءتها وعلى نيتها شو بتجاوبها؟ بتقولها لا، قلنا من ثمر الشجر الجنة نوكل، بس من ثمر الشجرة اللي في وسط الجنة قال الله ما تاكلوا لأنه لا بتموتوا، يعني ما تمسوهوش مس حتى بتموتوا. خلينا نوقف هون شوي صغيرة عشان نفهم شو معنى الإيمان. الحية أجت ولعبت براس حواء بطريقة وسخة وبطريقة سامة، وقالت لها بأسلوب معين تخليها تخليها تثور من جوا إنه مزبوط قال لكم ما تاكلوش كل هذا. قالت لها لا، هو قالنا ما ناكلش من الشجر هاي وما نمسهاش، لأنه إذا ما أكلها ومنمسها منموت. ما معناه إنه ربنا كان صادق معهم وقال لهم ما كذبش عليهم، قال لهم إذا بتمسوها بتموتوا، بتموتوا موتا. فخذ كل من كل الشجر الموجود بالجنة هاي، بس هاي ما تلمسوها لأنه إذا تلمسوها بتموتوا. فربنا كان واضح صريح وكان مفتوح، ما خب عليهم إشي، ما كذب عليهم ما ولا أي شغلة، كان واضح جدا معهم ما تلمسوا هاي لأنكم بتموتوا. شوفوا الحية كيف دخلت في طريقة سامة ومميتة للإنسان، وشو عملت؟ زعزعت، قالت لها لا. فقالت الحية للمرأة لن تموتا، يعني حطت ربنا إنه السجود لإسمه إنه كذب عليهم، لا مش راح تموتوا، ربنا قال لهم بتموتوا. الحية قالت لهم لا، ربنا مش راح يقول مش راح تموتوا. طب انت شو عرفتي؟ ما انت قبل سؤالين بقى تقولي مزبوط قال لكم ما تاكلوش من كل الحكي هذا، ايش معنى هلا عارفه انه لا مش راح يموت؟ من هون كان حواء لازم تعرف انه الحيه عم تلعب فيها. عشان هيك الروح القدس لازم يكون معنا عشان ينورنا في كل الاسئله اللي بتنطرح علينا ومنجاوبها. طب ما انت قبل شوي قبل سؤال قلتي لي ما هو انتم مزبوط طب قال لكم ما تاكلوش في النهايه، وانت عارفه انه ما لهمش هيك.
هلا هون عارفه انه هم قالهم هو اي مش رح يموتوا، قالت لها لن تموت بل الله عالم انه يوم تاكلان منه تنفتح اعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. شوفوا كيف الحيه زينت لحواء الشجره، طلعت سبحان الله الله بسجود لاسمه طلعته اللي هو كذاب، هزت ايمان هزت ايمان وثقت حواء بربنا انه كذب عليهم انه مش بنموت، لا احنا مش بنموت، احنا بنعرف الخير والشر، معناه انه ربنا بدوش ايانا نعرف شيء، بدوش ايانا نكون هيك، وكذب علينا زي ولد صغار، اذا بتاكل من هاي يسوع بزعل منك، او اذا يا ربنا، عشان هيك تزعزعت ثقة من الحبة وادم في ربنا عن طريق السم اللي حطته الحية براس حواء، وعن طريق اللي قالت لها انه مش راح تموتي، ما بتموتوا بس انتوا بتصيروا تعرفوا زي الله الخير والشر. طبعا كذب، كلام هذا كان كذب، وراح نشوف في اخر الفقرة كيف انه كذب. فرأت المرأة ان الشجرة جيدة للأكل وانها بهجة للعيون وان الشجرة شهية للنظر. خلينا نوقف عند هذول الثلاث. هون الحية لما دخلت سمها للمرأة شغلت فيها كل الأهواء والشهوات اللي موجودة، فصارت تشوف إنه الشجرة جيدة للأكل، وهذه شهوة البطن وشهوة الأكل وشهوة الإشباع، إنه زاكي صار عندي شهوة للأكل، وإنها بهجة للعيون معناه إنه أنا صار عندي بدي أستمتع، بدي أمتع عيني، فتحت كل شهوات العيون وشهوات المتعة الموجودة في الإنسان من جوا. شوفوا سم الحية شو عمل في الإنسان. وإن الشجرة شهية للنظر، وإن الشجرة هاي إني أنا أصير عندي حب الامتلاك، إني أمتلك، لأنه النظر إنها دائما جواي فتصير ملكي أنا، وأنا بدي أمتلكها، وإني أنا بدي أصير أشوف وأنظر إليها دائما. شوفوا الحية كيف دخلت بهدوء بسلاسة بشوي شوي، حطت سمها في حواء، خلتها تتزعزع هي وآدم بإيمانهم وثقتهم بربنا، وفتحت لهم كل شهواتهم الداخلية قبل ما يأكلوا لسه الثمرة. واللي وصلت له حواء إنها فقدت إيمانها، فقدوا إيمانهم بثقتهم وثقتهم بربنا، زعزعتهم. هون شو عملت حواء؟ فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان فخطأ راقتين وصنعا لأنفسهما مآزرا. هون حواء طالت أكلت وماتت. ماتت لأن كانت عريانة هي وآدم، وعمرهم ما شافوا أنهم عريانين. ليش؟ لأنهم كانوا زي الملائكة، فيش إشي أرضي، فيش إشي جسدي، فيش إشي عيب، فيش إشي مش عارف إيش، كانوا عايشين بهالقد انفتاح وهالقد كانوا عايشين مع الله. لكن لما فأكلوا وتزعزع ثقتهم بربنا وعصوا ربنا ماتوا، ولما ماتوا شافوا حقيقة الخطية، شافوا جسدهم فعرفوا أنهم عريانين، راح عنهم الستر اللي كان ربنا ساترهم فيه أو الغطاء، لأنه إيمانهم وثقتهم بربنا انزعزعت. شفتوا كيف الشيطان بفوت لنا وبحط سمه جوانا وشغل فينا كل أهوائنا وكل أشياءنا الداخلية علشان نفقد إيماننا وثقتنا بربنا؟ وهذا صار في البشرية كلها. مشى الحكي هون لغاية ما وصلنا لعيد العبرانيين. العبرانيين نشوفهم في إصحاح، في سفر العدد إصحاح 21. طلعهم ربنا من مصر، مشاهم محلات كثيرة، مشى معهم بعمود من نار وعمود من ريم،
ليل نهار حاميهم ساترهم مطعميهم، كانوا دائما يتدمروا عليه، كانوا دائما مش عاجبهم. طلعتنا من مصر عشان نموت في الصحراء، فيش طبور هناك، طلعتنا عشان نجوع عشان نعطش ونموت، فيش هناك، كنا قاعدين جنب قدر لحم ونوكل هناك. اي نعم كنتوا قاعدين هناك تاكلوا، لكن كنتوا جنب العبودية قاعدين تاكلوا تستمتعوا بالعبودية. هون انتوا عم تاكلوا من ايد ربنا، تشربوا من مية ربنا بحريتكم، رجع لكم حريتكم، وبرضه مش عاجبين بدكم تضلوا بالعبودية اللي انتوا فيها. دمر الشعب عربنا وعلى موسى، وصار يسرد الخطوط، بدنا نشرب وطلعتونا نموت ومش عارف ايش. شو ربنا عمل؟ ربنا طلع لهم حياة لدغهم فيها. لما لدغهم فيها لدغة الحية سم، فدخل السم لجسمهم، دخل السم لجسمهم اللي هو اصلا فيه السم من وقت ادم وحواء. فشو عمل الشعب؟ الشعب صار يصرخ لربنا، صار يصرخ لموسى، اطلع احكي مع ربنا خليه يرفع غضبه ويرفع السم عنا. ومات منهم كثير، مات منهم كثير كثير. فصاروا يصرخوا لربنا ويصرخوا لموسى خليه ربنا يرفع الغضب، احنا غلطنا اليك وغلطنا انا عليك وغلطنا على ربنا، ارفع غضب ربنا عرفنا ارفع. هون كل الشعب كان يصرخ، ربنا ما اعطى دواء، ما قالوا روح جيب العشبة الفلانية وسويها، ما قالوا روح جيب افتح الجرح واشفط السم واطلعوا، ما موت الحيات. ربنا أعطى حل للكل، قال له روح جيب حية نحاسية نحاسية وحطها على عمود وخلي الكل ينظر إليها. عشان نفهم أكثر، النحاس، النحاس في الكتاب المقدس يرمز إلى التجسد، النحاس يرمز إلى التجسد، كل شيء جسدي. بينما الذهب يرمز إلى الألوهية. عشان هيك كل الأواني كل شيء كان في الخيمة كان موجود من ذهب وموجود جوا الخيمة إلهي. بينما كل شيء كان خارج الخيمة أو الهيكل أو الخيمة، خلينا نقول على عهد موسى، كان نحاسي، والنحاس يرمز إلى التجسد. قال له بترفع الحية النحاسية على الله. هلا شوف شو صار، اللي صار انه الحية بخت سمها في الانسان. الحية هون فيها سم، فرفع موسى حية خالية من السم، وهي الحية شفطت كل سم الناس هاي. فكان كل انسان ينظر الى الحية هاي بإيمان كان يشفى. شو صار؟ صار إنه هون رجعنا نآمن بربنا. زعزع هاي اللي صارت من وقت آدم لغاية ما وصلنا للعبرانيين وما زلنا، كل إنسان بينظر إلى ربنا، بينظر إلى يسوع على الصليب اللي تألم بخطايانا واللي حمل خطايانا بألامه وبموته وبصلبه، احنا شفينا من السم الاول. انشفينا من السم الاول عن طريق خطايانا، عن طريق صليبه هو. هو اتصلب عنا، اتألم، انضرب، اتهان، كل اللي صار فيه انصلب، ارتفع على خشبة صليب، مات، قام علشان خطايانا، لكن هو خالي من كل خطيئة. عن التجسد النحاسية اللي كان ينظر إليها الإنسان، ليش؟ لأنه صدق الله لما قال له الحي بيشفي. زمان حواء ما صدقت، الحي زعزعتها، قالت لها ما تأكلي، ربنا قال ما تأكلي، هي قالت لا كلي. هون ربنا قال له خليهم ينظروا إلى الحية بطيبه. هون رجع الإنسان للإيمان
بانه نظرته الى الحيه راح تشفيه، نظرته الى الحيه راح تشفيه. فصار الشعب كله يجي كل واحد بتلدم، ما شالش الحيات بالمره. ربنا قادر خلاص يوقف الحيات زي ما طلعهم يفنيهم، لكن الحيه ضلت علشان ربنا ينظفنا من السم اللي من الحيه الاولى زرعته فينا. فقال لهم كل واحد بتلدغوا، قالوا لموسى كل واحد بتلدغوا الحيه، بنظره عليها على هاي الحيه النحاسيه اللي مرفوعه على العصا، فبيشفى بايمانه، بيشفى بايمانه. يسوع لما حكى لليهود في الكتاب المقدس، ولما بترفعوا ابن الانسان بتعرفوا ليش؟ لانكم بتامنوا ساعتها انه هو ابن الانسان وبتشفى. الحية رمز ليسوع، رمز ليسوع المتألم. ليش؟ لأن الحية عشان نشكلها موسى حطها في نار وظل يغلف، أو خلينا نقول يسوحها وغلاها، وكانت تعرضت لدرجة حرارة عالية عشان تنصهر، درجة حرارة عالية، وبعدين نشكلها وخلاها وحطها على العصا. يسوع مر بالألام هاي كلها وحملها. ليش؟ عنا احنا، عنا احنا المر بالقلم عشان يطهرنا احنا، علشان في بره احنا نشفى ونطيب من السم اللي كان داخلنا وجوانا. علشان هيك كل انسان، كل انسان بينظر الى ربنا بايمان، بينظر الى صليب ربنا بايمان، الى المصلوب اللي على الصليب بايمان، بيشفى من سم الخطية الأولى، من سم الحي اللي موجود جوانا. هذا شيء جدا مهم. إيماننا في ربنا، إيماننا بالمصلوب، إيماننا بيسوع اللي حامل خطايانا على الصليب، وهو مش خاطئ، لكن عشان يشفط كل هالخطايا أو ياخذ كل هالخطايا منا وينظفها هو ويحملها عنا على الصليب، عشان يشفينا من لدغات السم اللي موجود جوانا من أول، منه زمن طويل. عشان هيك مش كافي إنه إحنا بس نصرخ ونحط مزامير على الفيسبوك ونصلي ويا رب ارحم يا رب ارحم، وكل شوي نحط بوست فيه صلاة وفيه حلو. أنا ما بقولش إنه مش حلو، لكن الشعب كمان صرخ وقتها، صرخ صراخ لموسى، واحنا من عم نصرخ للقديسين، نصرخ للعذراء، نصرخ لربنا ارحمنا 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 ارحمنا. هون في شيء اعمق واقوى من الحكي هذا كله، ايماننا. الايمان هو اللي بيصنع الخلاص، لانه لما بنآمن وبنطلع نظرنا ونوجهه لربنا اللي حمل عنا خطايانا واللي هو قادر على كل شيء، وبنآمن انه هو فيه الخلاص وانه بين ايدي الرحمه بايمان، مش بس بصراخ، بايمان، احنا نشفى من امراضنا، نشفى من خطايانا، نشفى من كل شيء موجود جوانا لا يرضي الله ولا يرضي جلاله. عشان هيك الايمان هو اساس كل شيء. لما ترفعه ابن الانسان بتعرفه. عشان هيك قال يسوع لنيقوديموس لما اجاب الليل، قال له كما سترفع، كما رفع موسى الحية في البرية كذلك سيرفع ابن الإنسان. احنا كثير بنقول انه الصليب عار، والمصلوب يعني اضعف شيء ممكن انه يكون. ليش المسيح انصلب يعني؟ طب ليش ما نزلش عن الصليب وهو بيقدر يورجي كل الناس انه هو زي ما اقام الإعاظة، زي ما شفى كثير من الناس، زي ما عمل كثير اشياء؟ كان ممكن انه ينزل على صدره ويقول لهم ها شفتوا انا المخلص، هيني رجعت بعد ما عزلتوني كل شيء، ينزل عن الصليب وورجينا. بس مش هون الخلاص، الخلاص انه ياخذ كل خطايانا، يرجع ايماننا، يخلينا نموت معه ونقوم معه على خشبه الصليب، على خشبه العار، زي ما كان وقتها الصليب عار للمجرمين كان. وهذه عمق محبة المسيحية، هذا هو المسيح اللي فدانا على خشبة صليبه.
الفدانة زي الحلة اللي غلت بأعلى درجة حرارة علشان تدوب تتشكل كحلة. هون المسيح مرق بكل الألام هاي علشان يخلصنا. فإحنا ما علينا نعمل إلا كالتالي: نوقف صراخ ونروح نحط نظرنا عليه بإيمان. بنشفى من نظرة الحي، بنشفى من مرض الجوانة، بنشفى من كل هالسم اللي انحط فينا من زمان، بنشفى من الشر اللي جوانا، بنشفى من كل أشياء. علشان هيك يا جماعة، زي ما حكينا من أول وزي ما حكينا في كل درس، ديروا بالكم من هالغيم السوداء، لأنه زي ما الحية قدرت توصل لحوة بالحلة هاي وتشغل كل شهواتها جوا، وصلتنا إحنا وبتقومنا على بعض وبتخلينا نكره بعض. كل هذا بتغيير الكلمات واللعب بالجمل. مظبوط حكى لكم ما تاكلوش من كل الشجر، طب انت عارفه ان الحكي هذا مش صح. هذا الحكي خلى حوا تغلب من جوا، تقولها لا، وحكى لنا ناكل من كل شيء بس الشجره هاي، ما حكى لنا ما ناكلش منها عشان منموت بعدين. الحيه يعني ما وقفتش هون، لا، سجود لاسمه، حطته كذاب، قالت لها لا، ربنا حكى لك هيك عشان هو عارف انه راح يصير، راح تصير زيه. هذيك طلعت ولعت معها، راحت فتحت كل شهواتها الداخليه، قدرتش تسيطر على الشر اللي جوا وعلى السم اللي دخل عندها، سحبت هاي اكلتها وطعمت ادم وطلعوا من كل جنة عدن. اجى يسوع علشان يرجعنا لجنة عدن، عشان يسحب الوسخ والسم اللي جوانا ويرجعنا لجنة عدن. فارجوكم يا جماعة، اي فكر بيجي على خاطركم، اي فكر بتحاولوا تحسوا انه في لعب فيه او فيش سلام بالفكر هذا، تاخذوش وتعطوا معه، سكروه على السريع، وقفوه على السريع. اي فكر تحسوا انه نفسكم جوا عم تتناقش فيه وانتم مش حاسين انه في امان، في سلام، انتم مرتاحين له، على طول وقفوه، لانه راح ترجعوا للسم الاول، راح تتزعزع ثقتكم بربنا، راح تخف ايمانكم بربنا، راح نفوت بهالغيم السوداء اللي بتخلينا بعيدين عن السلام والامان، ونخسر، نخسر سلامنا، نخسر حياتنا. فبنضطر انه نرجع نروح ليسوع ونضل عينينا عليه. وهذا برجعنا لمين؟ برجعنا لبطرس لما كان بالسفينه وقال له: اذا انت يسوع مرني اني انا اجي عندك امشي على المي. قال له تعال. في اللحظه اللي بطرس بطل عيونه على عيون يسوع وبلش يخابط. عشان هيك خلي عيونكم على المصلوب، خلي عيونكم على الصليب، شو ما صار معكم، شو ما وصلتوا، خلي دائما عيونكم على الصليب، لانه هناك الخلاص. شو ما قامت الدنيا عليكم، شو ما صار افكار من برا ومن جوا وحرب وزلازل واوبئه وامراض وكل الحكي هذا، طول ما عيوننا على الصليب احنا مخلصين، احنا في خلاص. طول ما ايماننا في ربنا اللي قالنا انا اللي بحميكم، انا اللي حاميكم، انتم خلاصكم عندي، كل ما احنا مآمين بالشيء هذا وحاطين عيوننا عليه، ساعتها ولا شيء الدنيا بزعزعنا، ولا بتزعزع ثقتنا فيه، ولا نطلع خارج طوره. ليش؟ لانه عيوننا وعيونه وعيون يسوع كلها حب وحنان. نطلع في عينيه بخلينا من جوا ندوب بالحب، بالعشق، بالايمان، بالسلام، بالاطمئنان، بكل الاشياء هاي اللي بتخلينا نضل دائما في اتحاد معه ونبعد تسمى الحية عنه. بتمنى انه احنا عن جد نضل حاطين عيننا في عينه، نضل مسكين في صليبه، لانه اجى وتعذب وحمل، كافي انه هو حمل خطايانا قدام الله ووقف امامه عشان يشفينا، يسحب يشفط منا كل السم وينظفنا منه عشان نصير ابرار
في صليبه، عشان نصير نضاف فيه هو اللي توسخ عنا، وهو غير خاطئ وعمره ما كان خاطئ ولا يحمل خطيئة، لأنه هو كلمة الله، كلمة الله المعلنة إلنا على الصليب. خلونا نصلي المزمور. مزمور 102. يا رب استمع إلى صلاتي وصراخي إليك يأتي، لا تحجب وجهك عني يوما يا الكرب مني، وارهف أذنك نحوي، ويوم أرفع إليك دعائي أسرع إلى السماع ندائي. إن جميع الأمم ستخاف اسم المولى، ويهاب ملوك الأرض جميعهم جلاله تعالى، ويلتفت إلى صلاة المسكين الذين بدعاءه ودعاهم لا يستهين. لتكتب هذه الأمور للجيل المقبل، فيشيد للشعب الذي سيخلق بثناء المولى. أطل الرب من علياء مقدسه، رأى الأرضيين من علا من أعلى سمائه، ليسمع أنين السجناء ويحرر أبناء الفناء. نطلب اليوم من ربنا يا جماعة إنه يحمينا من سب الحي، يحمينا من الأفكار اللي بدها نسلم جوا، اللي بتقلبنا على أخونا، اللي بتقلبنا على العالم، بتقلبنا على حياتنا. خلينا نطلب منه يعلمنا كيف نحبه، ويعطينا نعمته في إنه إحنا دائما نعرفه ونضل مأمنين فيه، ونضل عيوننا عليه، علشان شو ما الحي ضلت، شو ما الشرير ضل يبعت لنا أفكار ما فيش وقت اسمعها وناخذها، لانه يعني احنا دائما مركزين فيه، ونرجع نقول خبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ اليك. ربنا يكون معكم اليوم، وان شاء الله يا رب ربنا يملانا بنوره علشان نضل صاحيين لكل حيل والعاب الشيطان. ربنا يحميكم.